مرحبا بكم. اليوم رح ناخذ مقدمة كلمة عتاب للموسيقار فريد الأطرش، رح نعزفها وبعدين نشرحها. بالنسبة للمقدمة بيبتدي فيها بتقسيمة على المقام، مقام نهواند الدو. نعرف نحن نهواند الدو في عنا مي بيمول وسي بيمول ولا بيمول. بيبتدي فيه بالدو دو، بعدين ريست، بعدين راح يعمل الصول مع الدو مع بعض اللي هي بالصول والدو بضربة واحدة على وترين. بالمجر الثاني راح يقول بعدين لا صول مي مي ري دو مي دو، عمل جريس نوت اللي هي المي. اذا مي مي ري دو مي دو دو مي، بعدين عمل كورد دو مي صول دو. بيتابع بالمجر الاخير، عمل هون اثنين جريس نوت اللي هي الري، وعمل اللا نصف بيمول، عم بيعمل بيات على الصول. اذا اللي هي دو سي، ضربة واحدة رح نضرب الري والدو، واللا صول كمان ضربة واحدة. إذا بيعمل اللا نص بيمول مع شوية جلساندو، يعني إزاحة بسيطة بهالشكل. بعدين لا صول صول تريبلت صول قرار. السطر الثاني نفس الجملة اللي عملناها بالسطر الأخير، بيعمل كمان اللي هي ري دو سي دو سي لا صول لا صول، بيرجع بعيدة لا صول مثل ما أنا لا نص بيمول فا صول. إذا هاي جملة بياخذ القرار بالمجر الثاني بالسطر الثاني، كمان بياخذ هون اللا نصف بيمول، بيعمل دو ري سي، بعدين لا نصف بيمول لا سي دو صول. هون بيعمل لا صول بضربه واحده بهالشكل، وبيعمل تو تريبلت. هاي تو تريبلت يعني كيف نعملها، اللي هي لا سي لا صول، اللي هي اللا سي، السي محلى بالدو، يعني قبل ما نضرب السي نكون محلينا بالدو، يعني لا سي بعدين لا صول. اخر مجر بالسطر الثاني راح يقول صول لا صول فا صول، ضربه واحده بطريقه الصدى، نضرب على الصول نعطي خمس علامات اللي هي صول
لا صول فا صول، إذن بهالشكل. السطر الثالث هون عملنا المجر الأولاني ونص المجر الثاني لأنه هي جملة واحدة، اللي هي كمان عمل الدو مع الري يعني كجريس نوت بهالشكل. إذن دو سي دو سي صول، الصول إنه محلى باللا نصبيون مع جلساندو، يعني نعمل بهالشكل بهالشكل. بعدين عمل صوفا صو صوفا فامي ري ري مي، وقف على المي بعدين سكتي، بعدين عمل فا لا صول فامي مي ري ري دو سي دو ري صول صول. عمل هون تريل ضربة واحدة، هاي بسموها الزغردي او الهلاهل، التريل قلناها سابقا بفيديوهات سابقة. بعدين عمل سي نفس الشيء اللي هي التريل، بعدين بتابع دو ري مي مي صول مي ري فا مي ري مي ري دو دو ري مي ري دو سي دو 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 دو، لازم طالع. بعدين السطر الخامس دو ري مي فا صول لا سي دو، سباعية هاي دو ري مي فا صول لا سي دو، كلها بتعادل انوار دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول، نفسها بعيد الجملة دو سي لا صول صو فا فا مي مي ري دو. إذن صو فا فا مي مي ري دو، هون في عنا الفا جريس نوت فا مي بعدين مي ري دو، إذن صو فا فا مي مي ري دو. بتابع ري مي فا مي ري، هون عنا رباعية بتعادل النوار، يعني أربع علامات اللي هي ذات السنين مربوطين مع بعض برقم أربعة، يعني بتعادل النوار أو السوداء، يعني ري مي فا مي ري. بتابع مي فا لا صول فا مي ري مي، كمان هون عمل مي فا لا صول لا صول، كمان هون في لا جريس نوت، يعني مي فا صول فا مي ري مي. بتابع مي ري دو، اذا مي ري دو لا صول مي فا ري دو مي دو دو مي كورد، بعدين هو دو مي صول دو. بعدين بفوت به هو الميلودي الاساسي للمقدمه للاغنيه. الاغنيه غنتها المطربه ورد الجزائريه، وكمان غناها هو على العود الجزء الاول، وتابع التلحينه الموسيقار بليغ حمدي، غنتها كامله ورد الجزائريه. بعدين بفوت بالجزء اللحني اللي فيه اغلبيته تريمولو، بيبتدي من الصول بالمجر الثالث هون بالسطر السادس صو دو مي صول فا لا صول فا فا مي فا مي صول فا مي ري مي ري فا مي ري دو ري دو مي ري دو سي، طبيعي دو لا صول صول. إذا هذا الجزء أغلبيته تريمولو، في علامات مثل ما قلنا ابتدى فيها التريبلت، هي بنبتدي من الصول صو دو مي صول، اعمل نوار منقوطة، بعدين اعمل علامات ما بين العلامات اللي هي الكروش والعلامات اللي هي النوار، واعمل قرار جواب الفا فا مي فا. هاي بالنسبة لهي كلياته التريمولو. تريمولو هاي في اربع خطوط بنلاحظ، هو عبارة عن التريمولو يعني قوي، ويعني هذا بسموه تريمولو 164، تريمولو ممتلئ، يعني بتكون الريشة قوية وسريعة، يعني بهالشكل. لاحظين الريشة هون ممتلئة. بتابع نفس الجملة الموسيقية بعيدة بس بطريقة تانية، اللي هي صو دو مي صول فا صو فا لا صول فا مي فا مي فا مي صو فا مي ري مي ري مي ري فا مي ري دو دو ري دو مي ري دو سي دو لا صو صول مي ري دو مي دو لا صو صول مي فا ري دو مي مي ري دو دو مي كورد اللي هو دو مي صول دو.
عمل فيه هون نفس الجزء الأول، إنما فقط أضاف اللي هو التربلت، يعني اللي هي عملها لي كذا تربلت. أول واحدة كانت فا صو فا صو لا، والثاني مي فا مي صو، والثالثة ري مي ري فا، والرابعة دو ري دو مي. وعمل بالنهاية اللي هي تو جريس نوت، اللي هي دو مي مي ري دو، وقفل من خلال دو مي، وعمل كورد اللي هو دو مي صو دو. بعدين بيعمل هي الآهات وبفوت بالغناء بكلمة عتاب. هاي بالنسبة إلى الشرح مبسط لمقدمة كلمة عتاب. بتمنى النال إعجاب، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعوني على learnonline.ca. شكرا للمتابعة.